السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الو. تفضل نسمعك ابو عبد الرحمن. يا اخي عندي سؤال يا ابو ياسر الشيخ، في اولاد اللي جاوا عن طريق الساحل من الجنوب ياخذون العمرة، واتجهوا الى مكة ثم راحوا للعمرة، اول قبل ياخذون العمرة نزل ولد لهم عندنا قريب لنا هناك ورا الحل، ثم نزل ياخذون العمرة، هل عليهم شيء في الاحرام ولا شيء ام لا؟ طيب. إذا كانوا أحرموا من الميقات، هم جاءوا من الجنوب عن طريق الساحل، يحرمون من ميقات أهل اليمن من يلملم، فإذا كانوا أحرموا من الميقات وبقوا على إحرامهم ومروا على أحد ليسلموا عليه قبل العمرة داخل الحرم أو خارج الحرم لا بأس بذلك، لكن يحتفظون بإحرامهم إلى أن يؤدوا عمرتهم. نعم.